كما تضمن كذلك إجراءات جديدة تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الموظف والعامل بصفة عامة، وهذا بالتخفيف من العبء الضريبي. وكذلك سوف نمضي قدما إن شاء الله في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، وهذا ابتداء من الفصل الثاني من السداسي الثاني من سنة 2022، وقد أدرجنا عدة آليات في قانون المالية 2022 من أجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، مما سوف يسمح للعمال والموظفين طبعا بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر كما قلت في هذه النقطة الاستدلالية.